سلام عليكم. تعمل ايه لو شفت حد شرق؟ في فرق بين واحد شرقان بيكح وواحد شرقان عدمان، لا بيكح ولا بيتنفس وباصص لك ومبرق لك وماسك زوره. الاولاني اللي هو شرقان بيكح، بنتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه بتسال الشخص اللي بيكح ده سؤال، تعرف هو واعي ولا لا؟ فتقول له يا معلم انت بتشرق ولا ايه؟ فلو بص لك بصه وحشه او قال لك مثلا امال بزغزغ حنجرتي، تعرف كده ان هو واعي وان موضوع الشرقه دي مش خطر، فتستنى لحد ما يفوق وتتخانق معاه عشان يبطل استظراف. انت مثلا شفت واحد شرقان وعمال يكح، يكح جامد ووشه احمر، بتحاول ازاي بقى؟ بتسيبه يكح. اه والله بتسيبه يكح. ده انت ممكن تعمل ايه؟ تقعد تقول له كح اكتر، كح اقوى، تقعد تشجعه انه يكح، لان ما دام بيكح يبقى مفيش انسداد كلي، يبقى الجسم بيحاول يطلع داخل مجرى التنفس. يعني انسى تماما لما تلاقي واحد شرق تقوم مشربه ميه. غلط. ليه؟ هنتخيل مثلا ان الكوبايه دي مجرى التنفس وفي شويه ميه دخلوا، المفروض الجسم بيحاول يطلع الميه دي، يعني ما نلحقهاش بميه. احنا بقى لما بنشوف حد شرق بنعمل ايه؟ ايه ده في شويه ميه نزلوا في مجرى التنفس، طب ما نلحقها ميه عشان تنزل مجرى التنفس. ده اكيد حد جاب سيرتك. غلط خالص ان لما حد يكون بيكح نديله حاجه يشربها، بنسيبه يكح تماما. طيب النوع الثاني بقى اللي بيكون فيه انسداد كلي لمجرى التنفس، ده بنلحقه ازاي؟ اول حاجه بتلاقي الشخص اللي عنده انسداد كلي ده ماسك حنجرته ومبرق، وتلاقي لون وشه وشفايفه بقى لونه بنفسجي. ده بقى بتلحقه ازاي؟ بسرعه بتقف ورا ظهره بسرعه وتعمل ايدك زي البوكس وتحطها فوق السره عند الحجاب الحاجز، وبايدك الثانيه مفتوحه عليها وتضغط لجوه ولفوق، لجوه ولفوق، بتفضل تضغط لجوه ولفوق لحد الشيء اللي في مجرى التنفس ده يضطرد. ولو الشيء اللي في مجرى التنفس ده ما اضطردش والشخص اغمى عليه بتشتغل سي بي ار، وده انا شرحته في فيديو قبل كده. طيب لو كان الشخص اللي جات له الخنقه دي ست حامل او حد عنده سمنه منفرطه، بتضغط الضغطه دي على منطقه الصدر. طيب لو انت بقى فقري وحصل لك انسداد كلي وانت لوحدك في البيت، بتعمل نفس الحركه بالظبط وبتميل على ظهر كرسي وبتضغط برضه لجوه ولفوق، لجوه ولفوق، انت مايل على ظهر الكرسي. طيب الاطفال بقى الرضع والصغيرين نلحقهم ازاي؟ العيال الصغيره اللي ماشيه بتسحب على الارض مثلا جسمهم كله عباره عن سناره، سناره كبيره، يمسك اي حاجه يحطها في بقه، بتاع زرار، بلع لعبه صغيره، زي ما كلنا كنا بنعمل واحنا صغيرين، بنحوش العملات المعدنيه في بطننا. لو الطفل بلع حاجه زي كده وحصل له انسداد كلي بقى، المفروض بتعمل تمسك الطفل ده وتقعده على دراعك زي الحصان، يعني رجليه هنا ورجليه هنا، تميل جسمه كله على ايدك وبايدك ماسكه دقنه عشان ما يتزحلقش هيقع على الارض، وايدك بترجع دقنه لورا شويه عشان تفتح مجرى التنفس، وبتضرب بالحته دي مش بالايد كلها، بالحته دي ورا ما بين كتفه، بتضرب لقدام، بتضرب لقدام، ضربه بنفس القوه دي، ما بتضربش جامد، ضربه بنفس القوه دي، ما بتضربش بالايد كلها، مش هتديله على قفاه، بتضرب بالحته دي بس، ما بين كتافه ورا على ظهره. تضرب لقدام، بتضرب خمس ضربات وبتلفه على الايد الثانيه، وخلي بالك عشان ما يقعش تبقى ماسك دماغه، وبتضغط ما بين النقطتين دول بصباعين، بصباعين بس، ضغطه مش قويه قوي ولا ضعيفه، المهم ان انت بتنزل بالسد، بعد كده بترجعه ثاني على بطنه وعلى الايد الثانيه، وتعمل نفس الحركه على ظهره لحد الحاجه دي ما تطلع. ما تحاولش تدخل صباعك في بق الطفل لان انت ممكن تزقها اكتر جوه، بتفضل تكرر العمليه دي لحد الحاجه دي ما تطلع من بقه او لحد الطفل ما يفقد الوعي. ولو فقد الوعي بتعمل السي بي ار، وده شرحته في فيديو قبل كده. بتتجنب ازاي الشرقه دي؟ بتتجنب ازاي انك تفطس بالطريقه دي؟ اول حاجه امضغ الاكل كويس جدا، بالذات السمك واللحوم، ما تحكيش موقف بحماس ولا تضحك ولا تنفعل وانت بتاكل، مش وقته، كل يا عم الاول، ما تاكلش بسرعه، انت مش سارق الاكل. وبالنسبه للاطفال ما تخليش الطفل وهو بياكل يتهطل ويقعد يلعب ويجري ويتنطط، مش وهو بياكل، خليه يقعد يتكن كده وياكل وبعد كده يلعب. والعيال الصغيره اللي اقل من 4 سنين ما تديهمش مكسرات، ما تديهمش لب، ما تديهمش سوداني او بطيخ فيه بذر، وطبعا ابعد عنهم الزراير والعملات المعدنيه، العملات المعدنيه دي فيها قوه جذب غريبه ان احنا نبلعها، ما تخليش عملات معدنيه قدام الواد. وفي النهايه اعرف ازاي تنقذ الشخص صح، ما تجازفش وما تستسهلش وما تستبسطش الموضوع، ممكن معلومه عرفتها في دقيقه تنقذ شخص ما كانش حد غيرك هيعرف ينقذه. السلام عليكم.